السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقدم لكم اليوم المحاضرة 17 من امتحان توبيك 1، وسأشرح لكم الآن ماذا سندرس اليوم وما هو هدف اليوم. أولا الاستماع تكي. في الاستماع سنتعرف كيف نختار الموضوع المناسب للجملة أو النص حسب الكلمات المذكورة في السؤال، وثانيا سنستخدم كلمات العمر مثل ميوسال وهنسال توسال، وثانيا سنستخدم صيغة أو عفوا ثالثا سنستخدم صيغة المقارنة مثل توبودا هنسل أوريويو توبودا هنسل مانايو. أما بالنسبة للقراءة إلكي، فسندرس اليوم كيف نختار الجملة الخطأ من المعلومات المذكورة في النص، وثانيا سندرس كلمات الجو مثل نالشيغا هريدا نالشيغا ماكتا توبتا تيل توبتا وبيودا. أيضا سندرس الوقت والساعة والتاريخ مثل يودوشي وتشيرول. أيضا سندرس بعض أسماء الأطعمة الكورية التي تحبونها مثل كالبيتانغ وبيبيمباب ونيميونغ. 보기. 이 아파트에 살아요? 네, 5층에 살아요. إذا لنبدأ معا في الاستماع. بالنسبة للاستماع، أولا في الاستماع لدينا المثال الأول وسنقرأ هذا المثال. 보기. 이 아파트에 살아요? 네, 5층에 살아요. القواعد المذكورة في هذا المثال A سلدا يسكن في و رقم plus تشنغ مثلا ساتشنغ أو أوتشنغ أو يوكتشنغ الطابق السادس الطابق الخامس الطابق الرابع. أما الكلمات المذكورة في هذا النص فهي أباتي شقة سلدا يسكن تشنغ طابق تشيب بيت يوك محطة تشوسو عنوان و تاليوك تقويم. أما الأمثلة على هذا السؤال 한국어 사무실이 3층에 있습니다. مكتب اللغة الكورية في الطابق الثالث. 몇 층에 살아요? في أي طابق تسكن؟ 17층에 살아요. أسكن في الطابق السابع عشر. بالعودة للمثال 이 아파트에 살아요. هل تسكن في هذه الشقة؟ نعم. 네. 5층에 살아요. أسكن في الطابق الخامس. إذا الموضوع هذا النص هو واحد. شيب تونغداب واحد. 11번. 안녕하세요. 김준호입니다. 반갑습니다. 저는 이지영입니다. ننتقل الآن إلى السؤال الحادي عشر. 11번. 안녕하세요. 김준호입니다. 반갑습니다. 저는 이지영입니다. إذن القواعد المذكورة في هذا السؤال، أولا اسم plus 입니다 مثلا 저는 마나루입니다 أنا منار. 저는 plus 이름 저는 plus اسم. أما الكلمات المذكورة في هذا السؤال فهي 이름 اسم 가족 عائلة 직업 وظيفة 생일 عيد ميلاد 안녕하세요 السلام عليكم 반갑다 فرصة سعيدة. مثلا لو كانت كلمات هذا السؤال تتعلق بالعائلة كاجوك، سنشاهد كلمات مثل أوبا دونسينغ أبا أما. أما لو كان الموضوع تشيغوب وظيفة سنشاهد كلمات مثل هيساوان موظف سونسينيم أو إيسا طبيب أو أستاذ. أما سينيل عيد ميلاد فسنشاهد كلمات مثل سينيل باتي أو كيك أو تشوكايو. بالعودة إلى السؤال، الرجل قال 안녕하세요 السلام عليكم 김준호입니다 أنا 김준호. المرأة قالت 반갑습니다 فرصة سعيدة أو أهلا وسهلا 저는 이지영입니다 أنا 이지영. إذن السؤال يذكر أسماء الأشخاص، إذن الإجابة الصحيحة هي واحد 이름 정답 واحد الاسم. 12번 수박을 좋아하세요? 네, 수박도 좋아하지만 포도가 더 좋아요. ننتقل إلى رقم 12. 12번 수박을 좋아하세요? 네, 수박도 좋아하지만 포도가 더 좋아요. بالانتقال إلى القواعد، قواعد هذا السؤال أل رل جواهدا يحب شيء. اثنان دو جواهجمان أحب هذا أيضا ولكن تو جوايو هذا أفضل بالنسبة لي أو هذا جيد أكثر جيد أكثر. الكلمات لدينا كلمة سوباك
بطيخ ولدينا كلمة يحب جواهدا أيضا لدينا كلمة بودو عنب تشيسو خضار هوكي لحم كواجا حلوى كويل فواكه الأمثلة 한국어를 좋아해요. 우헤부 루아탈 코리아. 우유도 좋아하지만 커피가 더 좋아요. 우헤부 할리바 아이단 ولكن 우헤부 القهوة أكثر. أو القهوة جيدة أكثر. العودة للسؤال. سوباك وبودو هل تحب سوباك جواهاسيو هل تحب البطيخ؟ سوباك تو ني سوباك تو جواهاجيمان نعم أحب البطيخ ولكن بودوغا جوايو العنب بالنسبة لي أفضل أو العنب جيد أكثر. إذن الموضوع موضوع النص هو الفواكه بطيخ وعنب إذن الموضوع طبعا الفواكه. إذن تونغداب اثنان 13번 동생은 몇 살이에요? 저보다 두 살 적어요. ننتقل الآن إلى رقم 13 13번 동생은 몇 살이에요? كم عمر أخوك الصغير؟ 저보다 أو أخوك الصغير كم عمر أخوك الصغير؟ 저보다 두 살 적어요 أصغر مني بسنتين قواعد النص 몇 살 كم عمره 보다 살 أريدا مثلا 저보다 مقارنة بي أو أصغر مني 저보다 مني 두 살 어리다 أو 두 살 적다 أصغر مني بسنتين أكبر مني بسنتين 저보다 두 살 많아요 أكبر مني بسنتين أما بالنسبة للكلمات المذكورة في هذا النص فأولا لدينا 번호 رقم 날짜 تاريخ 시간 وقت 어리다 صغير 적다 صغير أيضا 동생 أخ صغير 시간 وقت وناي عمر نقرأ أمثلة الآن على هذا السؤال 친구는 저보다 세 살 어려요. أصغر مني بثلاث سنوات. صديقي أصغر مني بثلاث سنوات. 2. 언니는 저보다 네 살 많아요. أختي أكبر مني بأربع سنوات. 아기는 몇 살이에요? كم عمر الطفل؟ بالعودة للسؤال. 동생은 몇 살이에요? كم عمر أخيك الصغير؟ أخوك الصغير 저보다 두 살 적어요. أصغر مني بسنتين. إذا الإجابة الصحيحة هي الحديث عن العمر طبعا ناي إذا الإجابة الصحيحة هي واحد العمر تونغداب واحد 14번 서울에서 태어났어요? 아니요 부산에서요 ننتقل إلى رقم 14 14번 서울에서 태어났어요? 아니요 부산에서요 القواعد إيسو تيوندا ولد في وكويانغي أوديييو أين مسقط رأسك؟ الكلمات تيوندا ولد سول سيول بوسان بوسان كويانغ مسقط رأس نرا دولة هيويل عطلة أو إجازة ويوهينغ سفر نقرأ الأمثلة 저는 유르단에서 태어났어요 ولدت في الأردن 저는 한국에서 태어났어요 أنا ولدت في كوريا 고향이 어디예요? أين مسقط رأسك؟ كويانغي جيجودو예요. مسقط رأسي جزيرة جيجودو. بالعودة للسؤال، سوريسو تيوناسويو. ولدت في سيول. هل ولدت في سيول؟ أنيو بوسانيسويو. ولدت في بوسان. إذن المدينتين موجودات في كوريا. سول وبوسان. إذن الحديث هو حول كويانغ. مسقط الرأس. إذن الإجابة الصحيحة هي 4 تونغداب 4 ننتقل الآن إلى القراءة في القراءة إلكي أولا سنختار الإجابة الخطأ أو الجملة الخاطئة رقم 40 ساشب ساشبون لدينا خريطة وخريطة واضح أنها خريطة جوية طبعا عليها أسماء المدن في كوريا ونحن يجب أن نشاهد هذه المدن ونختار الجملة الخطأ الصورة فيها مدينة سول درجة الحرارة 28 28 춘천 30 وكوانجو 22 وبوسان 25 نقرأ الجمل 광주는 비가 옵니다 서울이 제일 덥습니다 부산은 날씨가 흐립니다
춘천은 날씨가 맑습니다. بالانتقال إلى القواعد لدينا قاعدة بيغا أودا أو نوني أودا الثلج يتساقط أو المطر يتساقط ييغا تييل أو كاجان هذا الشيء هو أكثر شيء وماذا بلس ماذا نالشيغا هريدا أو مكتا الجو غائم أو صافي هذا بالنسبة للكلمات المذكورة والقواعد المذكورة في هذا السؤال أما الأمثلة 서울이 제일 복잡합니다. 시올 هي الأكثر ازدحاماً. 내일 비가 옵니다. 가단 الجو سيكون ماطر أو ستمطر. 그래서 아침에는 날씨가 흐릅니다. لذلك الجو غائم صباحاً. 하늘이 맑아서 날씨가 좋습니다. السماء صافية لذلك الجو جميل. بالانتقال إلى السؤال مرة أخرى بالعودة للسؤال نقرأ الجمل لنعرف ما هي الجملة الخطأ. 광주는 비가 옵니다. الجو ماطر في كوانجو وهذا صحيح الجملة الثانية صوري تشيل توبسمنيدا سيول هي أكثر مكان حار وهذا خطأ لأن درجة الحرارة في سيول 28 بينما في تشونتون 30 ثلاثة بوسانن نالشيغا هرمنيدا الجو في بوسان غائم هذا صحيح تشونتونن نالشيغا ماكسمنيدا الجو في تشونتون صافي وليس غائم وهذا صحيح إذن الإجابة الخطأ هي رقم 2 إذن الإجابة الصحيحة على السؤال هي 2 تونغداب 2 ننتقل إلى 41 ساشيب إيلبون 41 لدينا صورة لجدول مواعيد التلفزيون أو البرامج التلفزيونية لقناة KBC البرنامج أو البرامج التي ستبث في هذا الجدول هي كالتالي أولا الوقت يوم 7-8 بارول تشيريل كوميويل يوم الجمعة في الساعة 7 إلغبشيه دراما أوري تشيب سارام دل دراما وثانيا في الساعة 8 مساء يودولشي KBC نيوز أخبار KBC وثلاثة في الساعة 9 آهوبشي يونغوا يورم كيتشا قطار الصيف يورم كيتشا طيب ننتقل إلى طبعا سنختار الجملة الخطأ ننتقل إلى القواعد المذكورة في هذا السؤال أولا اسم بلس توني هدا قبل يفعل شيء قبل بلس اسم اثنان شيغان تونغدو هدا يعني مثلا يستغرق وقت تقريبا بمعدل مثلا ساعة أو هكذا ثلاثة السويتا يستطيع أن الكلمات المذكورة في هذا السؤال يونغها فيلم نيوز أخبار دراما مسلسل تونيوك مساء بام ليلا بيونغيل خلال الأسبوع وتشمال عطلة نهاية الأسبوع الأمثلة التي سنعطيكم إياها حول هذا السؤال يونغها جوني شوبينغ هاغو شيبويو قبل الفيلم أريد أن أتسوق 몇 시간 공부하세요? كم ساعة تدرس؟ 두 시간 정도 합니다. أدرس تقريبا ساعتين. 주말에만 서울에 갈 수 있어요. أستطيع أن أذهب إلى سيول فقط في الإجازة. أستطيع فقط في الإجازة. طيب إذن هذا بالنسبة للأمثلة. الآن ننتقل مرة أخرى إلى الجمل في السؤال. سنختار الجملة الخطأ. 영화는 뉴스 전에 합니다. الفيلم قبل الأخبار هل هذا صحيح أو خطأ؟ خطأ لأن الفيلم في الساعة 9 بينما الأخبار في الساعة 8 2- دراما نن هن شيغان تونغدو همنيدا الدراما مدتها ساعة تقريبا وهذا صحيح لأن الدراما في الصورة تبدأ في الساعة 7 والأخبار في الساعة 8 إذن مدتها ساعة نيوسنن تونيوك يودولشيه شتاك همنيدا الأخبار تبدأ في الساعة 8 وهذا صحيح 8월 7일 밤에 영화를 볼 수 있습니다 في مساء أو ليل 7-8 بارول شهر 8 شهر أغسطس تشيريل يوم 7 مساء بامي ليلا تستطيع أن تشاهد فيلم صحيح أو خطأ صحيح لأنك ستشاهده في الساعة 9 إذن الجملة الخطأ هي 1 영화는 뉴스 전에 합니다 정답 1 ننتقل إلى رقم 42 40 إيبون لدينا صورة أيضا هنا وهذه الصورة فيها معلومات والمعلومات في الصورة مذكورة يجب أن نقرأها أولا لدينا 행복 식당이 문을 열었습니다 افتتح مطعم السعادة
7월 1일부터 7월 3일까지 선물을 드립니다. نقدم الهدايا من 7 من 1 7 الى 3 7. المنيو الموجود في هذا المطعم قائمة الطعام اولا كالبي تانغ شوربة الضلوع اولا وثانيا بيبيمباب الارز المخلوط او طعام بيبيمباب الكوري المشهور نيميون النودلز الباردة. يقول المطعم أيضا نيولتوشي تونينن مودن منيو 5000 إمنيدا كل المنيو قبل الساعة الثانية ب5000 ون إيريو إيرن شمنيدا نستريح يوم الأحد لا يوجد عمل يوم الأحد. طيب بالعودة للقواعد تونغان لمدة كم مثلا إليون تونغان أو مثلا أونيون تونغان 5 سنوات أو لمدة مونيل يولدا. مونيل يولدا يعني يعمل هذا المكان يعمل هذا المطعم يعمل هذا المول يعمل والعكس شدا لا يعمل يغلق أو يستريح. والقاعدة الثالثة إيغا كتا هذا وهذا نفس الشيء. الكلمات الموجودة هنا لدينا تونغان لمدة منيو قائمة الطعام شكتان مطعم مونيل يولدا يفتح والعكس شدا يستريح كب سعر صمول هدية تريدا يقدم كالبي تانغ شوربة الضلوع بيبيمباب طعام كوري مشهور اسمه بيبيمباب وهو أرز وخضروات نينغ ميون النودلز الباردة. أما بالنسبة للأمثلة 저는 한 달 동안 여행 갈 거예요. سأسافر لمدة شهر لمدة شهر. 우리 카페는 월요일 날 쉽니다. مقهانا يستريح يوم الاثنين. 저와 언니는 머리 모양이 같습니다. أنا وأختي شعرنا نفس الستايل نفس ستايل الشعر أو نفس شكل الشعر. ننتقل إلى الجملة مرة أخرى. 한 달 동안 선물을 받을 수 있습니다. تستطيع أن تحصل على الهدية لمدة شهر في المطعم. هل هذه الجملة صحيحة؟ نعم لأن المطعم قال من 1 إلى 31 سبعة. 2. 일요일에는 식당이 문을 열지 않습니다. المطعم لا يعمل يوم الأحد لا يفتح يوم الأحد وهذا صحيح لأنه قال 일요일은 쉽니다. 3. 오후에는 갈비탕과 비빔밥의 값이 같습니다. سعر الشوربة الضلوع وسعر البيبيمباب في المساء نفس الشيء. وهذه الجملة خطأ لأنه قال قبل الساعة 12 يعني صباحا سعر المنيو كله نفس الشيء 5000 ون. أخيرا 오전에는 냉면을 5,000원에 먹을 수 있습니다. تستطيع أن تأكل شرب النودلز الباردة صباحا ب5,000 ون. هذه الجملة صحيحة. إذن الجملة الخطأ هي رقم 3 정답 3. وهكذا نكون شرحنا لكم كل المعلومات اللازمة لهذا الامتحان أو لهذه المحاضرة. والآن سأفسر لكم ما هي الأمور التي درسناها في هذه المحاضرة. أولا في الاستماع تكي درسنا كيف نختار موضوع الجملة حسب الكلمات المذكورة في السؤال. ثانيا درسنا الكلمات المتعلقة بالعمر مثل 몇 살이에요, 나이가 어떻게 되세요, 두 살, 한 살 وإلى آخره. ثلاثة درسنا كيف نستخدم صيغة المقارنة في موضوع العمر مثل 저보다 한 살 많아요 저보다 한 살 어려요. ثم درسنا أيضا في القراءة إلكي درسنا كيف نختار الجملة الخطأ حسب موضوع النص أو الكلمات المذكورة فيه. وثانيا درسنا كلمات الجو مثل 날씨가 흐리다 ومالتا وتوبتا بيودا وإلى آخره. درسنا أيضا الوقت والتاريخ مثل 8월 و7일 وغيرها. درسنا أيضا بعض أسماء الأطعمة الكورية التي نحبها جميعا مثل بيبيمباب وكالبيتانغ ونيميون. إذن هذا كل ما درسناه لليوم من في القراءة والاستماع. أما بالنسبة للكلمات الرئيسية في القراءة فلدينا كلمة شيدا يرتاح تشيل أو كاجانغ أكثر شيكتانغ مطعم منيو قائمة الطعام هريدا غائم ماكتا صافي تشومار عطلة نهاية الأسبوع ونيميون شوربة أو نودلز باردة كالبي تانغ شوربة الضلوع وتريدا يقدم صمول هدية. أيضا درسنا كلمة تشونيوك مساء ودراما مسلسل نيوس أخبار يونغوا فيلم والكثير من الكلمات الأخرى التي درسناها هذا اليوم. أتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا ومع السلامة.